احنا فانيلا ستريت فاشن براند بيست هير ان جوردن. بنحاول نعمل ميكس بين الويسترن فاشن والايسترن فاشن مع بعض. الكولكشن تاعتي اسمها فلوريا، معناتها تو بلوم او تو ايفول. فانا غيرت اسلوبي بالديزاين شوي، فهاي القطع هي قطع كثير جديده مختلفه شوي عن ماي ستايل. توحيت افكاري من الالوان الربيع كلها كانت باستيل كالر. كثير شيء حلو انه صار في بعمان او بالاردن بشكل عام ايفنت زي هذا، فرصه كثير حلوه لديزاينر اردنيه. انا زينب كسواني، الواني ترابيه. انا فكرتي دائما بقولهم بستوحيها من المراه الاردنيه، جمال البدو وجمال طبيعتنا، يعني الوان الصحراء، الرمل، الالوان الهاديه جدا، فانا فكرتي من هون طلعت. الكولكشن تبعتي حبيت اعمل فيها كونتراست، بلشتها بطريقه وانهيتها بطريقه، بلشتها بإشي كوميرشال مور ايزي سمبل وانهيتها بطريقه بتشبهني اكثر، في بيج سليفز، رافلز واشياء بتشبهني اكثر. احنا ويش بوكس ميديا شركه نعمل ديجيتال ستوري تيلينج لمنظمات ولشركات، فاليوم حبينا نعرف الناس عن ويش بوكس ميديا ونشارك كمان انه نعرض الكتب ونبيعهم. كولكشن مستوحى من اللغه المعماريه، وهذا الشيء له كثير يعني لينك بينه وبين المراه الجريئه واللي بتحب تجرب كثير اشياء، فهو اللينك بين العماره وبين الانثى. كولكشن هي فكرته اجت من الشمس، وطلعنا الكولكشن الجديده اللي اليوم نحن قاعدين عم نعرضها، اللي هي زي رومبس شكلها. ما في عندنا بلاتفورمز انه الواحد انه يعرض البرودكتس تاعينه، فجوردن فاشن ساعدنا بهذا الشيء. صراحة احنا كديزاينرز كثير كثير سعيدين انه فعلا اخيرا عندنا شيء زي هيك فاشن ويك، وفي مجال للديزاينرز لوكال والريجنال يكونوا لهم بلاتفورم ليورجوا شغلهم، شو كيس زي ديزاينز، في بايرز، في ميديا، في انفلونسر، يعني هذا شيء يعني بالنسبه لي تطور كثير كبير بالنسبه للاردن. جوردن فاشن ويك هو فرصة كثير حلوة لأي ديزاينر إنه يوصل للعالمية، وهاي فرصة أول مرة بتصير عندنا بالأردن. أنا بعمل هيد بيسز كلهم هاند ميد باي مي، حبيت يكونوا مور كولورفول عشان يساعدوا أي بنت إنها تلبسهم وهي مبسوطة من دون ما تتضايق إنه تحس حالها إنها أوفر ريت إنه أز أ برايد أو هيك. اسمي إسراء، ديزاينر لبراند اسمها كشكة. الإيفنت بجنن كثير، غير عن كل مرة، غير عن أي شيء عم نحضره بعمان. الكولكشن اللي هون كله جديد ومو مصور ولأول مرة يكون بجوردن فاشن ويك. من كل قطعة ماخذيها من بلد معينة أو من ستيل معين. احنا مشاركتنا بشركه اردنيه، شركه الزي لصناعه الالبسه الجاهزه. شركتنا من اضخم الشركات الموجوده بالشرق الاوسط على مستوى صناعه البدله والجاكيت والبنطلون. بشكل عام ايفنت كثير حلو، كثير بجنن، بيضيف اضاف لنا شوي انه والله الناس عم تتعرف علينا اكثر، يعني اهل البلد انه يكونوا عارفين والله السوق المحلي انه في زي شركه وطنيه نفتخر فيها كلياتنا. Actually الايفنت كثير حلوه، اكسبوجر هون كثير مهم، من الناس كمان اللي اجوا اللي عم بسمع الفيدباك، عن جد فيدباك حلوه خاصه لشيء بعد جديد بالشرق الاوسط. انا ويرب الاركتكتشر، ويرب الاركتكتشر اي يوز بارامتريك ديزاين، بتعمل كودز معينه على اركتكتشرال بروجرامز وبيطلعوا بيطلعوا لي جيومتريك شيبس، وهول الجيومتريك شيبس بعملهم از برودوي بعدين، والبرودوي بصير جولري. هاي الكولكشن مستوحاة من الديد سي سولت، من أملاح البحر الميت، واسم هذا سولت كولكشن أو مجموعة الملح، وعملنا ريدي تو وير كمان ملابس كلها مستوحاة من أملاح البحر الميت. كتير إيفنت ناجح، إيفنت بنتمنى نشوفه كل سنة، لأنه هو مكمل السايكل كلها مع بعض، يعني هو عم بيجمع الديزاينرز مع البايرز مع السوشيال ميديا مع الانفلونسرز مع كل حدا، فكثير كثير ايفنت رائع صراحه. بالنسبه لإلي الانسبيريشن كان الشوارع المدن المختلفه، وذيس از ماي سكند كولكشن اللي هي فول وينتر 2019 اللي انعرضت بالجوردن فاشن ويك. جوردن فاشن ويك اوبورتونيتي عظيمه بصراحه، كل شيء مرتب، كل شيء عظيم، ات واز فانتاستيك فانتاستيك اكسبيرينس، كثير مبسوطه اني شاركت. احنا شاركنا بجوردن فاشن ويك، حكت معنا شيرين وكانت عندها فكره كثير حلوه، هي تحول الاردن من بلد مش معروفين كثير بالفاشن، واحنا كثير في عندنا ترندز وفاشن ومواهب وديزاينرز،
نشترك فيها ونحاول نعمل إشي كبير في الأردن. وجوردن فاشن ويك رح يغير الأردن من بلد تكون بس عم تستورد لنصير إن شاء الله نودي لبرا. أنا اسمي البراند فادرلايت جوليري وهاي الكولكشن مستوحاة من السجاد التقليدي البدوي وأخذنا من الديزاينز الموجودة على السجاد وعملنا مجوهرات إشي ذهب وإشي فضة. الإيفنت كتير حلو وكتير على مستوى عالمي ونحن حابين إنه يكون زي منصة إنه لكل الأرتست من الأردن يعني يعرفهم عالميا. الكولكشن استوحاته من المرأة الجوزاء جيميناي وومن، هي المرأة الواثقة من حالها، المرأة القوية، المرأة اللي عندها أكثر من شخصية تحتوي كل النساء. صراحة أول شيء هي بطاقة تعريفية كبيرة، مكان منصة أكبر شيء صار بالأردن يعني. أنا أول مرة بكون يعني كديزاينر بمكان زي هيك، فحلو بالنسبة إلي يعني كديزاينر أول شيء إلي. الكوليكشن تبعي استوحيته من البتر فلاي، استخدمت ثلاث ألوان رئيسية النيلي والأبيض والأسود. حبيت أعمل كوليكشن يناسب المرأة المحجبة وغير المحجبة. صراحة it's a major event بالأردن، لهم من أكثر من سنة عم نحضر لهم ونجهز إيش بدنا نعرض فيه. It's bringing everyone with attention على الأردن. هذا براند اسمها تينا، عم نشتغل على برودكت شوي مختلف اللي هو توت باكس، لأنه الكور والسنتر تبع هاي الكوليكشن هو ديزاينز كوليكتد من different women سواء كانوا refugees أو من الhost community أو business women. ف it's bringing all the women، عشان هيك إحنا سميناها women make collection. هلا الكولكشن هي ماي سكند كولكشن بعملها لكلتشز، فالاول كولكشن كان اسمها ايدنتيتي اللي هي الهويه، وهلا اكزيستنس. ايفنت فتح لنا منصه كثير حلوه عشان نتعرف على ديزاينرز ما بنعرفهم كمان. اتس ا جود اوبورتونيتي انه الواحد ياخذ اكسبوجر، يتعرف على ناس من برا كمان، لانه في بايرز زي ما بتعرفي، فبرضه هذا الشيء مفيد اتوقع. بالعاده احنا بنستوحي من تراثنا، تصاميمنا بالعاده بتكون من التراث تبعنا اللي هو التراث الاردني الفلسطيني او الاردني بشكل عام. بنحاول دائما نزيد من التراث اللي خلينا نحكي القديم ونحاول نعمل فيه شيء جديد ونحافظ على اصالتنا في نفس الوقت. اكسبوجر كان كثير منيح، ناس جايين من برا، ناس من الخليج، ناس من خلينا نحكي من دول اوروبا اجوا عشان يشوفوا المواهب الاردنيه ويحاولوا يدعموها. Our brand is called Kutugami. It's a combination between couture and origami. The brand mainly is focused on demi-couture details. We combine feminine and masculine elements, cuts, volumes. كتير حبيت الفرصة هون إن تعرفنا على كتير مصممين أزياء وتعرفنا على ناس كتير بهمهم هاي المواضيع. كانت فرصة كتير كبيرة لإلنا كلنا لحتى ننطلق على السوق. بتمنى إنها ترجع تنعاد كل سنة لحتى الناس تصير تعرفنا أكتر. حسينا إنه كان في a healthy fashion scene، أعطتنا opportunities for exposure. في ناس ما كانوا حيعرفوا عنا، هلا hopefully صاروا يعرفوا عنا. فhopefully in the future بيكون في more events من هذا النوع، إنه بتكون opportunity to encourage the fashion scene بعمان إنه يكبر. الكولكشن تبعنا عندنا ستاتي ورجالي هذا السيزن، عم نشتغل على اواعي براكتيكال كاجوال تنلبس لكل يوم وفيها تطريز، رسمه التطريز الموجوده على الهاي مستوحاه من عمان. It's a great opportunity، فرصه هاي للكل انه لاي ديزاينر، حلو انه نتجمع كلنا مع بعض الكل يتعرف على الثاني. هذا الكولكشن استعملت كثير اورجانيك لاينز وبليتينج، صراحه كثير كان حلو. It was great exposure. Jordan Fashion Week كثير ابدعوا، التيم كان كثير متعاون وبحب اشكرهم، يعني it was amazing صراحه.